يا فندم احنا متشكرين قوي. واملنا في سيادتك كبير. احب اسجل عدم موافقتي واعتراضي على كل خرق للقانون والدستور والميثاق وكل اهدار للحريات، وانا بحتج بشده. كلمش لما تسيب. ما تتلفتش. سيبه سيبه. وايه كمان؟ فلسف فلسف. من فضلك بلاش الطريقه دي في الكلام. انا عضو مجلس امه وعندي حصانه برلمانيه، ومش جايز قانونا ان يتقبض علي. وجايز قانونا انك تتصل بالمنظمات التخريبيه، مش كده؟ منظمات تخريبيه؟ عايز تلفقني تهمه انا كمان؟ فوق يا خالد بيه. انا فايق قوي يا شكري. بس انتوا اللي نايمين على ودانكم. قاعدين اخويا اتناقشوا لي القوطه غليت ليه وازمه الكبريت والبلد كانت هتروح في شربه ميه لو كنا اتاخرنا دقيقه واحده. لكن الحمد لله وضعنا ايدينا على جميع العناصر. وانا بامل العناصر دي اكبر مؤامره سياسيه في تاريخ مصر. طلبه، عمال، عسكريين، اعضاء مجلس امه، سفارات اجنبيه. ايه بقى يتعمل تحقيق؟ ما هو بيتعمل اهو. هو ايه اللي بيتعمل؟ المفروض النيابه هي اللي تحقق معايا. نيابه؟ ايوه نيابه. وكمان لازم تبلغ المجلس وتستأذنه بمقتضى القانون. انت تسكت خالص. تسكت ما تتكلمش. اسكت يعني ايه؟ انا اتكلم في اي لحظه. يلا يلا يلا. خسارة. كنا فاكرينك من الاخوان. وثبتت براءتي؟ ما خافيه كان اعظم. اسمك وسنك؟ اسماعيل محمود الشيخ، 25 سنة. مهنتك وعنوانك؟ طالب بنهائي طب القاهرة، 11 حارة دعبس بالحسنية. وانضميت للشيوعيين امتى؟ أنا؟ يا فندم ده أنا مؤمن بالثورة. مش كده؟ ايه المقابل اللي حصلت عليه نظير نشاطك الشيوعي؟ مقابل؟ لو كنت خدت مقابل كان بان عليا. يعني المهام اللي قمت بيها كانت من غير مقابل؟ طب بتدفع اشتراك كام؟ يا فندم انا مش شيوعي وعمري ما انضميت للشيوعيين. والاضراب اللي حصل في المحله؟ اضراب ايه؟ اضراب مصنع زكي مسعود. استعبطش استعبطش يا فندم. كل اللي اعرفه ان العمال اضربوا عشان عايزين يتساووا بعمال القطاع العام. يعني انت كنت هناك؟ يا فندم الكلام ده مكتوب في كل الجرايد واي واحد عارفه. ومكتوب ايه كمان؟ مين الحرادم يا اسماعيل؟ معرفش. طب المنشورات؟ منشورات؟ منشورات ايه؟ دي اللي وزعتها عليهم. انا؟ فين ده؟ في المحلة مصنع النسيج. تضامن الطلبة والعمال. محمود الشنواني رئيس النقابة. أنا عمري ما رحت المحلة ولا دخلت مصنع ولا أعرف الشنواني ده. إذا كان هو اعترف عليك. مش ممكن. يعرفني منين هو؟ أهلا أهلا. يظهر هنبقى أصحاب. هو حصل إيه تاني؟ اسألي نفسك. عاملة لي شيوعية أنت بس إسماعيل بتاعك؟ شيوعية؟ احنا ملناش دعوه بالحاجات دي. ابو حلمي هو مسؤول حي ولا منطقه؟ حي ايه ومنطقه ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا فندم. احلف لك على مصحف؟ طبعا. ما انت تحلفي على 60 مصحف. مش دي يا شنواني اللي جات لكم المحله وكانت لابسه بنطلون وبلوزه ونضاره؟ احنا ما عندناش كلام الا قدام النيابه. لا فعرضك يا شنواني اتكلم. شفتني قبل كده؟ لا. يظهر انكم تعرفوا بعض كويس. دي اول مره اشوفه فيها. طب خلاص خدوها. ايه يا شنواني؟ مش هتعرف؟ ما عندناش كلام خالص الا قدام النيابه.
طب والسلاح اللي كان معاكم في الاضراب واللي هددتوا بيه صاحب المصنع جبتوه منين؟ ما كانش معانا سلاح. هو احنا كان معانا سلاح؟ ده البيه. بيه مين؟ سي زكي بيه صاحب المصنع، هو اللي خاف وقعد يطخ في الهواء وحتى عور الواد ياسين والوسط عبد الجواد. انتوا فاكرين لهم الفلاحين ده هيخيل عليا؟ فتحي حرص لي كل الصفحات اللي عليها خطوط وهوامش. ازيك يا بتاع المحلة؟ انا اهلاوي. لا ظريف، مش هتقول لنا ايه اللي وداك عند العمال هناك؟ انا ما رحتش عند العمال. ما تنكرش، احنا متاكدين انك سافرت المحله. انا بسافر هناك كتير، اصل المحله دي بلدنا. كنت بتعمل ايه هناك اخر مره؟ جوز خالتي توفى، رحت اعزي. اه، سعيكم مشكور يا رفيق. قابلت عمال هناك؟ ايوه قابلت عمال. هي المحله فيها غير عمال؟ اتكلمتوا في السياسه؟ اتكلمنا في كل حاجه. طب ايه التنظيم اللي ورا حادثه المصنع؟ تنظيم ايه؟ تنظيم الشيوع الجديد بتاعكم. اتفضل يا فندم. اسمه ايه؟ انا ما عنديش اي فكره عن الحاجات دي والله. طب والكتب دي اللي ضبطناها في شقتك؟ ما المكتبه كان فيها كتب تاريخ وادب وطب. والخطوط اللي حاططها في الصفحات دي تقدر تقولي ليه؟ أولا الصفحات دي معناها مرتبط باللي قبليها واللي بعديها. ثانيا الخطوط دي للتلخيص. ثالثا الكتب دي بتتباع في السوق، يعني ما هياش ممنوعة. اتكلم كويس. عشان تتباع في السوق معنى كده إنك تشتريها. يا فندم الميثاق الدستور بيكفله حرية الفكر والعقيدة لكل مواطن. المواطن الصالح. إيه رأيك في الأفكار اللي موجودة في الكتاب ده؟ أكيد بتعبر عن رأي المؤلف. وأنت طبعًا مؤمن بيها؟ مش شرط إني أؤمن بكل اللي أقراه. بطل لف ودوران. عايز تفهمني إنه طوارئ خاطر؟ الكلام اللي أنت معلم عليه هنا هو نفس الكلام اللي مكتوب في مشروط المحلة. وأنا إيش عرفت المشروط دي معمولة فين؟ ما يمكن معمولة هنا. المفروض الأفندي ده كان يجيني جاهز على التحقيق. امسك. خالد بيه، خالد بيه. كويس، رايب لي نمر سيادة الوزير ده. حاضر. زي الحال؟ لسه شوية. لو في كلمة منظمة كنت عملت اعتراف كامل. اتصرف يا أخي، احنا مش فاضيين. أنا شيوعي، عمري ما انضميت للشيوعيين. مش عايز حد دلوقتي. عمرك يا فندم. صباح الخير يا فندم. خالد. أنا سمعت يا فندم أخبار مزعجة شوية. بيقولوا إني مرشح لمنصب وزاري. أنا غلطت في حاجة؟ أيوه، بس ده حكم بالإعدام. سيادتك عارف إن أنا ليا أعداء كتير وده لأني بأدي عملي بإخلاص. أرجوك يا فندم تساعدني. معاك حق يا فندم، بس اللي حصل ده يعني مش معناه ان احنا مش واخدين بالنا. انا عارف يا فندم، عارف البلد لسه محتاجه لتامين من جوه. احنا بنبذل اقصى جهودنا يا فندم. المهم ان انا استنى زي ما انا،
شكرا يا فندم. شكرا. انا بديكم اخر فرصه اهو، اللي هيعترف هفكه، واللي مش هيعترف هيندم طول حياته. ما حدش عايز يتكلم عن الرجاله؟ طيب عايز تقول الاسماء دي بتاعت مين؟ احنا العند ما ينفعش معانا. احنا نعرف ازاي نخليك تتكلم. صوته ده؟ ايوه صوته، لكن يمكن قال كده عشان بتعذبوه. الرفيق اسماعيلوف راجل ظريف ما حبش يتعبنا. وانتي مش هتتكلمي بقى؟ زينب، احنا عنينا في كل مكان ونعرف كل حاجه عنك وعن كل انسان، ومتاكدين من المعلومات اللي عندنا عن حلمي. اؤكد لك ان حلمي بريء. تحدثي عن اسماعيل ولا عن حلمي؟ ورا خير ملفك ولا ايه؟ إذا كنتوا فاكرين لما تهنونا هنتكلم. هتعملي لي شريفة؟ اندهلي فرج، أنا هعلمك إزاي تكلمي خالد صفوان.